انا عادل عشي ارتيزان، نعمل لي ماريونيت، نعمل لي كوفر اون كوير اي اون كويفر. الحاجات هذوما تعلمتهم على الوالد يرحمه هاشم العشي، هو الكرياتور نتاع ارتيزان عشي، هو الكرياتور نتاعها، وهو اللي ابتكر الماريونيت هذايا اللي اسمها اسماعيل باشا في اخر الستينات. قبلها هي كان تاجر، كان انتيكير، كان يعمل زاد لي كوفر الكبار اللي بالجلد، لي كوفر اللي بالنحاس. علمنا الحاجات هذوما معناها، وقعدنا محافظين عليهم حتى لتوا، وما حبيناش الخدمة هذية معناها تندثر، على خاطرها بريسك ما عادش موجودة في تونس، فما شكون يخدمهم لي ماريونيت، وسورتو اللي هي الماريونيت كرياسيون تاع الوالد ما حبيناهاش تموت، حبيناها تكمل. انا على باز نعمل ديزاين غرافيك، خدمت في الدومين هذايا بوندون 13 ans، ومن بعد تو دان كو كيك خليت الدومين ورجعت للارتيزانا، على خاطر حاجه نحبها من الصغرى، حاجه تربينا عليها من الصغرى، في السلعات في الصيف ديما نهبطوا بحذا بابا لاتوليي يعلمنا، ويشوف كل واحد فينا، في انا واخوتي كل واحد شنو الحاجه اللي يميل لها اكثر. كما لقاني انا اكثر في البانتور في الماريونيت، لقى خويا اكثر في النقيشه في الدقان، كل واحد فاش يلقاه معناها يميل اكثر خليه طور طور له سبيسياليتي هذيك. وديكو ولينا شادين انا وخويا معناها الارتيزانا مع بابا من 2013، ومن بعد كملنا وطورنا فيها شويه. Ismaïl Rachi, je suis de formation technicien supérieur en électricité. Je suis un artisan spécialiste en électricité et en Afselwakad. Donc, je suis en phase de rendre mon activité principale, l'artisanat. La partie mentale est en l'industriel. Donc, خلتني نجم je développe un produit qui est à la fois artisanal et utile تستعمله في الديكو نتاعك في البيت، que ce soit une pièce décorative ولا كيما نقولوا utile معناتها في البلان دو ترافاي نتاعك، que ce soit sur un bureau ولا une table ولا un plan de travail في atelier. بالطبيعة كأي دومين لازم فما دي ديفيكولتي في البروجي هذا في الارتيزانا. من أهم الحاجات اللي معناتها كيما نقولوا فيها صعوبات هي الغلاء نتاع الماتير بريمير اللي نخدموا بها. نخدموا كيما تعرف احنا باش تخرج البرودوي هذا فيني تخرجوا مزيان بالكاليتي هذيا بال معناتها كيما هو روبوست ولا كيما هو معناتها اون بوا ماسيف واحد، لازم تخدم معناتها ماتير نوبل. في اللوح مثال شيء يغلى بطريقه كبيره اللي انت ما عادش تلقى معناتها لو غان معناتها ريشيرشي اللي باش معناتها الخدمه غونتابل. راهو قبل كوفيد ومن بعد كوفيد، بعد كوفيد سي دوبلي، وقبل زاد قاعد شيء يغلى، وكيما اي حاجه اخرى كيما ليسونس كيما المواد الاوليه كيما كل شيء يطلع وما عادش يهبط. يعني في اللوح برانسيبال ممكن هذا مشكل كبير، في النحاس نفس الشيء، الجلد فهمت. يعني كان تلاحظ هما دي ماتير نوبل وما نخدمو كان بالماسيف، ما فماش حاجه في المثال اللوح ما نخدموش بالستراتيفي ولا بالام دي اف ولا غير، نخدمو معناتها بكاليتي بشوا نيميرو 1 باللي تحب انت. دونك بالطبيعه باش تلقى معناتها الكول من الاول غالي، ديجا في الراس مال تلقاه غالي. الماريونيت نتاعنا اسماعيل باشا جات في وقت من الاوقات كان عليها اقبال كبير، خاصة من التجار، خاطر كان عندنا برشا توريست في البلاد وكانت محبوبة لبرا برشا. وقت اللي نقص توريست من البلاد نقص الاقبال عليها ونقص حتى الانتاج نتاعنا لهنا، خاصة انه في تونس ما كانش عندنا الكولتور نتاع انك باش تزين في دارك بالعرايس ولا تحط حاجات كيما هكا للزينة. كي زدنا شاركنا في برشا معارض زدنا ظهرناها اكثر للعباد، خاطر كانت
مخبية في وسط الأتولي، وكما قلنا أنه تجار نقص شراء متاعهم، معناها ولات معاش موجودة في الأسواق. بشوية بشوية معناها ولات مطلوبة في تونس، والتوانسة ولاو يزينوا، خاصة أن الحاجة هذية تذكروا الملامح متاع الماريونات، تذكروا بعزيزو، تذكروا بالدار اللي كان يعيش فيها الدار العربي، تذكروا بصغره، ولات بشوية بشوية ولات مطلوبة. هذاك علاش معناها ولينا نشاركوا ديما في أي معرض يكون موجود، يلزمنا نكونوا موجودين باش نخرجوا نعاودوا نرجعوا كالماريونات، خاصة اللي احنا ما نحبوهاش تموت، اللي هي باتريمون فاميليال بالنسبة لينا احنا، بخلاف انها حاجة تونسية معناها موجودة في تراث تونس توا، هي في تراث عائلتنا، على خاطر لمت أمي وبابا ببعضهم، فيهم قصة الماريونات هذية وقصتنا احنا وانا واخوتي اللي هي من صغرنا عايشين معاها، وكي كبرنا ما يلزمهاش تكون تموت، يلزمها تكون موجودة وتقعد موجودة.